السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا شرحنا السكادول قبل كده، دلوقتي ان شاء الله هنشرح مع بعض جزء معين في السكادول. هو ان انا عايز احط خانتين بيمثلوا نفس الحاجة. على سبيل المثال عايز اضيف الكوست وعايز اضيف التوتال كوست، عايز احط الكوست للوحدة لوحدة وكوست اجمالي. فهاجي هنا في الفيو وابدا اعمل سكادول زي ما اتعلمنا قبل كده. احنا كنا شرحنا سكادول في مدونة ماوس البيم. لو دخلت جوه ماوس البيم هيطلع لك المدونة، واقول له انا عايز مثلا دور، وخلي بالي بالفيس. ممكن وانا بعمل جدول اكون اخترت حاجه غلط، اكسيستنج الحاجه اللي موجوده فعلا، نيو كونستراكشن اللي لسه هتتبني. ممكن يكون انا عايز حاجه المبنى فيه جزء منه معمول وجزء منه لسه بيتبني، فالمعمول هقول له اكسيستنج اللي لسه هيتبني اعمل نيو كونستراكشن. الديفولت في الريفت نيو كونستراكشن. اوكي طيب ايه الحاجه اللي محتاجها؟ محتاج كوست كاونت فاميلي فاميلي تايب، واقول له اوكي بدا يرتبهم. طيب الكوست مثلا ممكن اجي هنا على الباب ده مثلا وادي له ان هو ده مثلا باربعه، فبيقول لي كل طيب هياخد نفس القيمه. تمام اوكي. طيب انا عندي هنا كاونت، عندي كاونت لكل عنصر لوحده، يعني ما بيجمعهمش مع بعض في، يعني مثلا ايه، مفيش ان كل البيبان الازاز تبقى كلها مثلا في سطر لوحده. بس مثلا يقول لي انا عندي 15 باب ازاز. طيب انا عايز اعمل الموضوع دوت، يبقى هدخل سورتنج اند جروبنج واقول له رتبها لي بالفاميلي تايب، واشيل العلامه من اوبتمايز افري انستنس. اوبتمايز افري انستنس بيخلي كل عنصر في سطر لوحده. اقول له اوكي. طيب هو كده تمام التمام عملهم لي، بس ده لو تلاحظ ده المبلغ للوحده مش للاجمالي. طب انا عايز احط الاجمالي، يبقى هاجي هنا فيلدس واقول له اد برانتر، لا معلش انا اسف، اقول له كالكوليت فاليو، احسب لي القيمه واكتب هنا التوتال فاليو. تمام واجي هنا اقول له التايب بتاعي فرنسي، واجي هنا في المعادلة الاقي كوست جاهزة عندي. تمام يبقى انا بقول له اعمل لي خانة تانية بس سماها توتال كوتا، التوتال فاليو او التوتال كوست. تمام اقول له اوكي. كده انا ظهر عندي الخانتين دول، ممكن انزل الكوست اخليها هنا. تمام والتوتال كوست ديت هدخل في فورماتنج واختار كالكوليت التوتال. هيعمل ايه؟ هشوف الكوست واضربها في الكاونت. اقول له اوكي. نيجي نبص كده نلاقي مثلا ايه السلايدنج، الباب اللي هو بيعمل بيتحرك، يعني ليه مجرى تحت كده بيتحرك عليه. هو الكوست تكلفه الوحده لوحدها 5. طيب وهعمل ايه؟ هضرب في عددهم اللي هم 3 هيطلع التوتال كوست بتاعي 15. تمام ممكن اجي هنا في اي وقت اقول له مثلا خليني دي 8. اوكي هتلاقي 8 اتضربت في 2 بقت 16، وهكذا. هي دي اسهل طريقه ان انا اضيف عنصرين نبدا بيهم السكادول. معايا تكلفه الوحده والتكلفه الاجماليه. ممكن بنفس الطريقه دي تعمل اي جدول تاني انت عايزه باي حاجه انت عايزها. عمر سليم.